ارحب بحضراتكم. والحقيقه مش هنتكلم على بقى عمليات التجميل بشكلها، لانه ده بقى اصبح انا ما بسميهاش عمليات تجميل، بسميها اللي هو ايه، التعديل الدائم. وده بقى موجود للرجال والسيدات، ما بقاش موجود بس للسيدات فقط. دي جزئيه. الجزئيه الثانيه انه انا اقدر النهارده اعمل تغييرات مختلفه، بقت سهله وبسيطه، العلم بيتطور بشكل سريع جدا في هذه الامور. لكن المهم نفهم دي تتعمل فين وتتعمل ازاي، والطريقه كمان اللي تناسب كل واحد. ما يبقاش انا ماشي في سكه او شفت صديقه ليا او صديق ليا راح اعمل عمليه تجميل فهي لايقه عليه فبقت كويسه فرحت عشان اقلد. لا، لازم نختار بعنايه شديده جدا المكان اللي احنا هنختاره واللي هنروح فيه. دي جزئيه. الجزئيه الثانيه، انا ايه اللي يناسبني؟ مين اللي يقول ده؟ اسمحوا لي ارحب بضيفي وضيف حضراتكم في فقرتنا الثابته كل يوم سبت مع الدكتور منير ويليام، كبير جراحي التجميل في مصر. اهلا بيك يا دكتور. اهلا، منورنا. صباح الخير على حضرتك. اهلا وسهلا يا مرحبا. الحقيقه النهارده هنتكلم على موضوع مهم هو عمليات زرع الرموش والحواجب. دكتور منير، يعني خلينا في الاول كده يعني نقول ايه هي اسباب سقوط شعر الرمش والحاجب؟ الحقيقه هو موضوع جميل، ومن كثر الاسئله اللي جات لنا فيه احنا هنتكلم عنه في مجموعتين كبار من الاسباب اللي تؤدي لسقوط الرموش والحواجب. في مجموعه بنلاقي جذور الشعر بيحصل فيها عدم تليف، يعني بيبقى سليمه، وبتحصل اسباب بسيطه جدا. مجرد ما نعالج الاسباب يرجع الرموش والشعر كما كانت بالنسبه للحواجب وبالنسبه للرموش. على سبيل المثال، التغيرات اللي ممكن تحصل في الغده الصماء زي زياده او نقص افراز الغده الدرعيه اللي في الرقبه، او نقص افراز الغده النخاميه اللي في قاع الجمجمه، او نقص افراز الغده الفوقكلويه اللي موجوده فوق الكلى، او تناول حبوب منع الحمل، او بعض المرضى المصابين بمرضى السكر وهكذا. دي مجموعه. المجموعه الثانيه تناول بعض الادويه زي ادويه الساليم او ادويه التجلط او ادويه على سبيل المثال ادويه الاورام. احنا بنشوف اوريه الاورام من الناس لما بتاخد علاج كيماوي بطريقه معينه صوت الشعر كامل. صحيح. في رموش والحواجب والشعر، نشيل السبب ترجع الامور كما كانت. المجموعه الثالثه نقص زي الحديد، زي الزنك، زي ارتفاع درجه الحراره، زي خلل في وظائف الكبد وهكذا. المجموعه الرابعه مرض مشهور قوي اللي هو الثعلبه، اللي هو سقوطه وفجائي للشعر في منطقه تشبه العمله المعدنيه، قد تكون في منطقه الرموش، قد تكون في منطقه الحواجب، قد تكون في فروه الراس وهكذا. دي مجموعه اسباب، اعالج السبب اقدر على طول اصلح الكلام ده كله. في مجموعه ثانيه لا، في تليف، في تحطيم، في تليف في جذور الشعر، مهما ادي علاج مش هيتصلح. على سبيل المثال حروق في الرموش او الحواجب، او التعرض للاشعاع، او على سبيل المثال بعض الاورام البكتيريه زي الدرن او السل اذا صاب الرموش في وقت معين، او بعض الامراض الفيروسيه زي الهربس لو اصاب الرموش، او بعض الاورام. دي مجموعه من الاسباب. مهما يحصل انا محتاج ان انا اعمل عمليات للزرع او اتعامل معاها بطريقه او اخرى بحيث انها تبقى الحكايه محتاجه للتدخل الجراحي. جميل. طيب دوره الحياه بتاعت الشعر والرموش يا دكتور؟ شوف سيادتك، انا سعيد بالسؤال ده، لان الشعر بتاع الرموش والشعر بصفه عامه والرموش بصفه خاصه كائن حي بيمر في ثلاث مراحل. المرحله الاولى مرحله الانجين، البناء. الشعرايه بتاعه الرمش او بتاعه الحاجب بتزيد بمعدل 2.1 ملي في الاسبوع. المرحله الثانيه مرحله السقوط اللي هي الكاتاجين، شعرايه كبرت ووصلت لدوره حياتها وسقطت. كويس. المرحله الثالثه المرحله الانتقاليه ما بين تكوين شعره وشعره. انا عايز اقول دوره حياه الشعر اللي في فروه الراس حوالي 20 شهر، من 16 ل 20 شهر. دوره حياه الشعر في الذقن حوالي 10 شهور. دوره حياه الشعر اللي في الرمش او في الحاجب 5 شهور. هنا دوره الحياه بتفرق، ولكن لا زال الشعر كائن حي، مرحله بناء، مرحله سقوط، مرحله انتقاليه. تمام. دكتور، ايه هي العوامل اللي بتاثر على الشعره نفسها اذا كان في الحاجب او في الرمش؟ شوف، يمكن انا برضو بعرض قدام سيادتك عمليات لزرع الحواجب، وبعد كده هنشوف عمليات لزرع الرموش. في عوامل كثيره بتاثر على هذا الشعر، بدايه من التغذيه. طبعا التغذيه كل ما كان فيها فيتامين الف الموجود في الخضروات الطازجه، وفيتامين الف ده الاسمنت بتاع الشعرايه. بعد كده ايضا الفواكه اللي فيها فيتامين جيم اللي بيغذي الاوعيه الدمويه اللي بتغذي الشعرايه، دي حاجه. السن، احنا بنلاقي الناس لما تكبر في السن ويبتدي الشعر يقل في بعض الحالات. قول لنا دكتور امثله للفواكه دي عشان برضو المشاهد. جميع انواع الفاكهه احنا لا اعتراض عليها لان فيها فيتامين سي اللي بيغذي الاوعيه الدمويه بتاعه الشعيرات. ايضا عايز اقول لسيادتك على حاجه، استخدام التاتو والعمليات اللي بنستخدمها والمسكره
والرموش الصناعيه كل دي مشاكل تؤثر على النمو سواء للرموش او سواء للحواجب. التول اللي هم بيتعمل في مكان الحواجب بيعملوا مكان الحواجب وساعات بتتعمل على الرموش ودي كلها اساسا بتؤثر تاثير مباشر على النمو بتاع الرموش وبتاع الحواجب. وطبعا بالمناسبه دي حاجات غير مستحبه لينا تجميليا لان ممكن واحده تعمل تاتو في الحاجب مثلا بيبقى الرسمه جميله بعد مرور الوقت 10 سنين ولا حاجه تلاقي ان الست الجفن ابتدى يسقط والتاتو ابتدى يطلع فبيبان منظر غير جمالي بتلاقي التلت الخارجي من التاتو طالع لفوق بينما الرمش نازل لتحت بتبقى مشكله طبعا وبييجوا يعيطوا والكلام ده والكلام لا هي غير مستحبه على الاطلاق التاتو في هذه الحاجات. طب يا دكتور اتفضل يا حاتم الموضوع الرموش الصناعيه ده طارق برضو لا بتحط لا اصل خد بالك التاتو ده بقى منتشر حتى مع صغار السن الدكتور كمان بيعرف يعني اللي هم البنات من مثلا 17 18 سنه بيخش ده بيقضي على دوره حياه الشعر في اوقات كتيره جدا لو جاء مع الجذور بيأثر على الدوره بتاعه اللي احنا بنتكلم عليها مرحله النمو والبناء والسقوط المدخليه. اما بالنسبه للرموش الصناعيه اللي سيادتك بتتكلم عنها مشكله كبيره. ليه؟ لان اولا الرموش الصناعيه بتأثر على نمو الرموش الطبيعيه. ثانيا الماده اللي بنستخدمها سواء بالترتيب او اللازم تبقى ماده مؤثره على النمو بطريقه معينه. بالاضافه انه لو حصل كمان التهاب بقت مشكله ولو التهاب صاحبه حته تليف بقت مشكله والشعر مش هيطلع وهنزرع وحاجات زي كده. مفيش اجمل من الاعتدال والتعامل مع شعرنا بالتغذيه السليمه. طيب دكتور حضرتك بتتكلم في الطبيعي في النورمال لكن خلينا نتكلم في الواقع. فكره زرع الرموش اللي احنا احيانا بنشوف فيديوهات على اليوتيوب الزرع دي فعلا جيده وحقيقيه بتنفع الناس؟ محتاجه الخبره كبيره جدا ودي الحلقه النهارده احنا ازاي نزرع رموش بالنسبه للناس او ازاي نزرع حواجب. الحقيقه اول واهم تكه في الموضوع ده انك انت لازم تاخد بالك من اتجاه الشعر. لان دايما رموش شعر الرموش لابد يتجه الاعلى الحاجب الاعلى والاسفل الحاجب الاسفل. لو اتزرع بطريقه عكسيه بقت مشكله ده انت بالعكس محتاج تعمل عمليه عشان تشيل هذا الكلام لان دي حاجه من الحاجات المستحبه. يمكن احنا برضو بنعرض لحاجه دلوقتي ده زرع الرموش الحقيقه اللي احنا بنتكلم فيه اللي سيادتك كنت بتتكلم عليه وشوف قد ايه الجمال اللي ممكن يكون بس دي محتاجه الخبره معينه لانك بتفصل شعر الجسم شعرايه شعرايه وبتعمل ليها المكان اللي تقدر تزرع فيه الرموش بطريقه معينه. طبعا ده منظر تام للطريقه اللي احنا بنعملها هي من العمليات اللي محتاجه دقه معينه وطبعا زي ما انت شايف شوف قد ايه الرمش الشعر بتدخله شعرايه شعرايه واتجاهه لازم يكون واخد بالك منه ده والا في الجفن نفسه في الجفن في جنب اختها جنب اختها بالظبط كانك بترص صف معين بطريقه جماليه طبعا مش في خط واحد لازم واطوال يكون بقى بشكل معين عشان تقدر تدي الاطوال انا سعيد بالسؤال ده الحقيقه حكايه الاطوال احنا لا نتحكم فيها وممكن تلاقي شعر الرموش شعرايه بتبقى اطول من الثانيه. انت محتاج تظبط الشعر ده كل فتره. يعني انا سعيد بهذا السؤال مش معنى ان انا هزرع شعر واخده من مكان معين من جسم الانسان وازرعه في الرمش العين انه هيبقى نفس النمو بتاع الرمش الطبيعي اللي هو الطبيعي. لا انا محتاج اظبطه كل فتره كل فتره محتاج ان الشعر يتظبط كل فتره والا هتلاقي شعرايه طالعه اطول من الثانيه او حاجه زي كده. انا سعيد بالسؤال ده. طب يا دكتور ايه الجديد بقى في عمليات الزرع الرموش والحواجب؟ اللي هي الطريقه اللي انا بكلمك كنا الاول نخاف نستعمل هذه الحاجات لان ما كانش في حاجه اسمها كده على طول رموش صناعيه او انواع معينه من التاتوهات والكلام ده كله بطريقه او باخرى. لكن برضه هتلاقيني انا بعرض حاله الحقيقه فيها ورم موجود في الحاجب بالكامل. هنا بتشيل الورم وبتلاقي ان الدنيا بقت فارغه فيها فراغ. الحقيقه هنا بيتعمل حاجه جميله جدا زي ما هتشوف دلوقتي ان انا بعمل تسليك للحاجب بالكامل وابتدي احركه بحيث انه يقابل بعضه مع اني شلت ورم كبير شلت ورم مثلا عرضه حوالي سنتي في سمك الرمش بالكامل وده يعمل تغيير مكان الحاجب وبنرجع نحرك الحاجب من ناحيتين ونقربه من بعض وصعب جدا على الاطلاق انك تقول ان هنا كان في ورم وان الورم كان موجود في هذا الحاجب وانك انت تمت استئصاله وهكذا. ايضا ممكن تلاقي برضه يمكن عرضنا في حاله قبل كده هو اللي هي ما يسمى بورم موجود عند الجفن في طفل صغير او في ناس صغيره اللي ما يسمى بالكيس الخيشومي او الكيس الوراثي. ده ايضا من الاورام اللي بتلاقيها بتظهر في الاطفال الصغيرين ومن السهل انك انت تستأصلها وبرضه بتعيد الرموش وبتتحرك مع الرموش بطريقه معينه ومع الحواجب بطريقه معينه بحيث انك انت لا تؤثر على الناحيه الجماليه. كل الحالات دي احنا الغرض من الحلقه الحقيقه التشخيص المبكر وما نخافش هنقدر نتعامل معاها وهنقدر نجيب نتيجه بطريقه كويسه. هل ممكن استخدام التاتو والصبغات الكتير توصلنا لعمليه اورام في الحواجب؟
الحقيقه لم يثبت علميا هذا الكلام، ولكن يوصلنا لالتهابات يوصلنا لتليفات يوصلنا لسقوط واماكن فاضيه في الرموش والحواجب تمام. واخد بال سيادتك ازاي؟ دي كلها حاجات ثابته ومعروفه وحاجات زي كده. والمشكله الكبيره يا استاذ دلوقتي ان حتى المواد كانت الاول مواد الصبغ كانت صبغات طبيعيه، دلوقتي بتتخلط وبقى فيها مواد كيميائيه وابتدت تعمل مشاكل رهيبه جدا. انا ممكن ابص الاقي حاله عامله صبغه معينه في الحاجب او في الشعر والاقي باقي جسمها فيه التهابات، ابتدى يبقى فيه مشكله، وانت بتشتغل فوق وتلاقي باقي الجسم فيه مشكله. الحقيقه يعني الحاجات دي محتاجه امانه في المعامله، ومحتاجه ان كل حاجه نعملها نعرف ايه المضاعفات بتاعتها، ايه السايد افكت بتاعتها، ايه النجاحات بتاعتها، وكل واحد يقدر بعد كده يعرف طريقه بالظبط. طب دكتور اسمح لي يعني نتنقل لموضوع تاني مهم برضو بيهم كتير من الرجاله، قطاع كبير من الشباب والرجاله، وهو الصلع. فعايزين نعرف يعني من حضرتك انواع الصلع واهم اسبابه. شوف سيادتك لو اتكلمنا عن الصلع بنتكلم بطريقه بسيطه للمشاهد يقدر يعرفها، نقسمه لاربع انواع. النوع الاولاني ان في فقدان للشعر في مقدمه الراس. النوع الثاني فقدان الشعر يمتد حتى منتصف الراس. النوع الثالث فقدان الشعر يمتد حتى مؤخره الراس، نلاقي المنطقه كلها فاضيه. النوع الرابع ان الشعر قدام سليم وفي فراغ في مؤخره الشعر بس. مظبوط. انما علميا احنا بنقسمه لسبع درجات وكل درجه ليها A و B. يعني لما اجي اتكلم مع دكتور زميلي اقول له الشعر ده حاله مثلا 4A هو فاهم، 3C 3B يبقى هو فاهم. لكن عشان نقربها احنا بنقول ان الانواع هي اربع درجات. لو رحنا بقى بعد انواع الصلع بنسمع كده عن انواع زراعه الشعر يا دكتور. بالظبط. الشعر من فضلك قول لنا ايه الانواع دي وهل دي تنفع لكل الناس؟ احنا نبدا بالطريقه الاولى اللي هي زرع الشعر بالجزر. يعني ايه بالجزر؟ يعني انا باخد جزيره قطرها معروف قد يكون 2 مللي 3 مللي 4 مللي 5 مللي. انا شخصيا بستعمل جزيره قطرها 3.5 مللي. بتاخدها من اماكن فيها شعر وبتزرعها في الاماكن اللي ما فيهاش شعر. عمليه بتجرى ممكن تحت مخدر موضعي وتقدر على طول الشعر بينمو وبيطلع وتبقى دي طريقه، دي طريقه زرع الشعر بالجزر. واخد بال سيادتك؟ الطريقه الثانيه اللي ممكن احنا بنتكلم عنها دلوقتي اللي فيها هي دي الطريقه اللي هي بالجزر اللي احنا بناخدهم زي ما انت شايف المساعدين بيشيلوا جزيره جزيره. وبعدين الشعر اللي انا بكون بحضره واخده من خلف الشعر من الاماكن القويه بحطه زي ما قدام سيادتك. احنا كده بنشيل الجزر، ممكن المساعد بتاعك يشيلك الجزر وبعدين بيتم تثبيت الجزر. ميزه الطريقه دي ان مفيش خياطه جراحيه. انت بتشيل حاجه وتحط حاجه كانك بتشيل غطا فيلا وتحط غطا فيلا. بالغرز بالكلام عادي خالص. ويمكن انا عارض حاله لواحد يعني بعد ساعتين نزل يسجل برنامج هذا الشخص. يعني دي حاله كان شخص موجود. الطريقه الثانيه اللي ممكن نتكلم فيها ما يسمى بالشرائح الدقيقه. اخد الجزر دي واقطعها لشرائح دقيقه ميني جرافس ومايكرو جرافس. الشريحه فيها شعرايا يا اثنين يا ثلاثه. وابتدي ازرعها في الاماكن الفاضيه ودي اكثر تطور. هذه الطريقه اللي احنا نقدر نعملها بتكون اكثر. زي ما انت شايف احنا هنا بناخد الجزر وبعدين نقطعها لميني ومايكرو جرافس اللي هي الشرائح الدقيقه وبعدين نعيد زرعها. دي طريقه من الطرق المتقدمه اللي انا شخصيا بستعملها في حالات كثيره جدا. تمام. الطريقة الثالثة ممكن سيادتك تشوفها. بنسمع عن الاف يو اي ايه؟ بالظبط اللي هي طريقة الاف يو اي اللي هو فولكل يونت اكستراكشن اللي هي طريقة الاختطاف. ان انا باخد جزر بجهاز وازرعها في المكان الفاضي بجهاز. وممكن هتلاقيني عارض فيلم بسيط كده بفوتوشوب ان ازاي باخد. بالظبط انا بحلق المكان اللي فيه عايز اشتغل بيه وهنا الجهاز داخل في المنطقة في خلف الرأس بيبتدي يلقط الجزر الجزيره جزيره. وبعد كده هتبص تلاقيني بالجهاز اطلع من قدام اروح مدخل كده لازلت انا باخد الجزر وبعدين اجي مقدمه الراس زي ما سيادتك شايف بالجهاز بغرز الجزر جزيره جزيره. دي بتبقى مع اللي هو مفيش بقى اللي هو في حالته لا مع كل الناس مع كل واحد بطريقته وخبره الدكتور. يعني هو الدكتور مش بيعمل كل الطرق اللي انا بقولها يعني كل دكتور متخصص في حته بالحتة اللي بيعملها. زي ما انت شايف بتاخد الجهاز من خلف وتبتدي تزرعهم جزيره جزيره قدام وتبقى دي طريقه الفوليكل يونت اكستراكشن او طريقه الاكتطاف. تمام. لا زال برضه زي ما انت شايف هي مقدمه الراس وهتلاقي الجزر ابتدت تبان. لما نيجي نبص بعد كده طبعا دوره حياه الشعر بتاخد وقتها في خلال
خمس اسابيع ست اسابيع يبتدي الشعر ده يلبس ويبتدي يطلع وتبتدي ويستمر بقى في وينمو طبيعي لان خلاص. انت بتاخده في الشخص لنفس الشخص مثل الطريقه دي برضو ان ما بقصش وتخيط من الخلف وتقص وتخيط من قدام لا ده هي عباره عن لقطات لا في خياطه من الخلف ولا في خياطه من الامام طيب. مش عمر افتراضي يا دكتور يعني خلاص الشعر بيطلع خلاص هي بنزرع مره واحده وخلاص مش انا سعيد بالسؤال ده برضو حسب المساحه اللي قدامك انت ممكن تاخد لو كانت مساحه كبيره زي ستار بيقول لا انا محتاج ممكن اعمل جلسه ثانيه لكن هو في العاده هي بتبقى انت اختار المريض بتاعك انت على فكره ممكن تعمل طريقه وبعد خمس ست شهور تعمل طريقه ثانيه انت مش ماشي على قانون ولا ماشي على اطوار ولا في تفكير ولا المفروض انت فنان وبتحاول انك انت تبدع وتشوف صحيح. الدماغ اللي قدامك دي شكلها ازاي طب ومناسبه الدماغ بقى يا دكتور تصغير مقدمه الراس دي ايه العمليات دي يعني عايز افهمها يعني شوف سيادتك دي بتبان في اطفالنا الصغيرين اللي دايما يشدوا شعرهم للخلف بص تلاقي القرعه عرضت في حالات كتير قوي ما بنفضلش ان احنا نزرع شعر في المقدمه بنفضل نقص الحته الفاضيه ونشد فروه الراس وتبقى خياطه تجميل ومش باينه يبقى دي اسمها تصغير يعني فروه الراس يعني هو عشان بس نوضح انه مقدم زي هنا كده بالظبط انا بشد فروه الراس دي بالظبط دي حاله بعد العمليه انت كان فيها كبيره بالقرعه عريضه القرعه عريضه وساعات بيكون في تشوه خلقي في الجمجمه نفسها بتلاقي الدماغ بذل قدام بطريقه معينه مظبوط مأثره على الناحيه الجماليه والنفسيه بالنسبه للشخصيه ده هنا الخط الجراحي ده بالظبط اديله مثلا لمده شهر صعب انك تعرف ان كان في جراحه هنا في جراحه انت بتسحب فروه الراس بالكامل كانك بتشد فروه بتعمل خياطه من اول وجديد تجميليه وخلاص بالظبط ودي بنستخدمها في حاجه ثانيه لما يكون واحد محروق عنده حرق عامل فراغ معين انت بتقص المنطقه اللي فيها الفراغ وبتسحب فروه الراس وتصغرها يعني مش شرط مقدمه الراس يعني لما يكون عندك منطقه فاضيه ودي ممكن هنشوف حالات برضو معروضه قدامنا مجرد ما بتقرب الشعر لبعضه بتعمل تصغير لفروه الراس وبتبقى ناحيه جماليه بطريقه معينه بالظبط. حوار مع حضرتك ممتع يا دكتور وعندنا اسئله كتير في طرق ثانيه كتير قوي ممكن نخليها في وقت ثاني زي تركيب جهاز ممدد انسجه زي لف شرائح جلديه زي استخدام ده هيبقى معانا في الحلقه الجايه ان شاء الله. احنا ممكن الحلقه الجايه نغير احنا دايما بنتكلم ممكن الموضوع الحلقه الجايه نتكلم عن اصبع اليد ازاي نشيل الناس من الشعر وندخله في حاجه ثانيه صوابع الايد الزياده وحاجات زي كده وممكن يبقى ده كلام جميل جدا باذن الله عشان الناس اللي عندها اي اسئله تبعت لنا على صفحتنا على الفيسبوك مصر جميله عشان خاطر نقولها للدكتور عشان خاطر نبقى عارفين الاسبوع الجاي باذن الله انا يشرفني طبعا شكرا لحضراتكم دايما دكتور منير ويليام كبير جراح التجميل في مصر والفنان والمبدع الحقيقه لانه بنسمع أسئلة حضراتكم وبنديها للدكتور وكمان بيجاوب عليها ودي مهمة جدا العمليات دي أصبحت النهاردة سهلة وبسيطة وإن شاء الله كل حاجة في حياتنا تبقى جميلة بعد الفاصل إن شاء الله نلتقي بحضراتكم وأوائل الثانوية العامة وألف مبروك ليهم بعد هذا الفاصل